السلام عليكم، وهنا معاكم. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الأضحى، كان يوم طويل، كتير مننا ما بينامش كويس. يوم الوقفة ويوم العيد بيكون طويل جدا في الذبح وكده. فيديو النهاردة هيبقى ديفا هتجرب لأول مرة جزء كبير جدا من عظم البقرة، يعني جزء زي عظمتين كبار كده بالمفصل بتاعهم. تجرب ان هي تشمشم فيهم وتعضعض فيهم وحاجات كده. هنشوف الرياكشن بتاعها هيبقى عامل ازاي، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. كل سنه وانتم طيبين. طبعا ده امل اي كلب في العالم، حاجه زي كده ديبا مش هتاكلها، ولكن هتعضعض فيها وهتشمشم فيها وهتلعب بيها. يعني هنشوف الرياكشن بتاعها هيبقى عامل ازاي. يلا بينا. سيب تمام. اوكي. طبعا هو الحجم بالنسبة لديفا حاجة جديدة جدا، ما جربتش حاجة زي كده قبل كده. وزي ما قلت هي مش هتاكل العظمة كلها، ولكن هي هتاكل اللحمة اللي موجودة هنا اللي هي بتاعة التشفية، زائد ان هي ممكن تعضعض في الحتة اللي هي اللي في الاول وفي الاخر واللي هنا وهنا كمان. هنشوف الدنيا ماشية ازاي. اوكي، مصورين في السطح النهاردة عشان حاجة زي كده من رابع المستحيلات ان هي تتعمل جوه بيت. هيبقى دم وهيبقى الدنيا بايظة خالص. بأمانة كنت فاكر إن هي هتبقى متحمسة أكتر من كده بكتير جدا. إيه دي؟ لو كلب متعود على حاجة زي كده المفروض إن هو يستخدم كفوفه إن هي إن هو يثبت العظمة بيها ويبتدي إن هو ياكل. بس هي بالنسبة لها حاجة جديدة جدا، عمرها ما مسكت حجم زي كده ولا حاجة زي. بص، المفروض ايديها تشتغل وتثبت. مش عاجبك حتة اللحمة دي مثلا؟ حاجة زي كده طبعا مش وجبة، حاجة زي كده مجرد لعبة عطاضة كده. حاجة زي كده تغني ان الكلب يفضل يعض لك في الفرش
او ان الكلب يقعد يبقى مهايبر، يفضل قاعد هو كده متزاول وعقله شغال واسنانه شغالة، يفضل عقله شغال واسنانه شغالة والدنيا كلها تبقى شغالة، وهو بيحاول ان هو يطلع ما تبقى من اللحم اللي موجود على العظم ده. لو انت قاعد، لو انت في سطح او في جنينة او كده، هيبقى عندك الاوبشن ان انت تأكل كلبك حاجة زي كده، ممكن مرة في الاسبوع ولا بتاع، مش اكل، مش وجبة، مجرد ان انت تديله حاجة زي كده مرة في الاسبوع مثلا على سبيل التغيير. وحاجة زي كده بتساعد جدا على تنظيف السنان، وبتساعد مصدر الكالسيوم، مصدر البروتين طبعا بتاعه دي مليانة لحم لازق. وزائد ان الكلب ممكن يفضل شغال فيها كده لحد ما ينام. في الاول هي كانت مستغرباها شوية، بس دلوقتي يعني اعتقد ان هي استحلتها يعني. فهي ممكن تفضل نص ساعة، ساعة، ممكن اكتر، ممكن تقعد اكتر من ساعة شغالة كده لحد ما تتعب وتنام، كأنك انت مشيتها، كأنك انت قعدت تلعب معاها كده يعني. للناس اللي ما تعرفش، احنا عندنا الفرق ما بين الانسان والكلاب، ان احنا عندنا الكاترز او القواطع عندنا في السنان بتاعت الانسان بتبقى قدام، لما تيجي تقطع حاجة بتقطعها بسنانك اللي قدام، عكس الكينوينز او عكس النبيات اللي زي الكلاب وكده، لما بيجوا يقطعوا حاجة زي بتشد دلوقتي، لكن لما تيجي تقطعها بتقطعها بجنب سنانها، زي مش لاقيه لها بس ملكه، هي بس تلاقي لها ملكه وعايزه تبلعها اصلا. بص هي دلوقتي بتحاول تقطع لازم تاخد بالك لو الجو حر زي دلوقتي بالكتير خالص نص ساعه ولا حاجه، والحاجات دي كلها تبقى متشاله، علشان الحاجات دي هتعفن في ولا حاجة لو انت، لكن حاجة زي كده ما تباتش يعني مع الكلب. بس كل سنة وانتم طيبين، ديفا بتصبح عليكم، بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. يلا، السلام عليكم.